بسم الله، السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في القناة. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم هي وصفة كسرة رخسيس او خبز الفطير، معروفة عند ناس الشرق. هاد الخبز يجي رائع، يجي مذاق روعة. ماشي نعملوه بالسميد القمح الكامل وبزيت الزيتون. خبز صحي، يجي مع الحريرة مع الفلفل. هذا الخبز رائع، نجمو نعتمدوه في شهر سيدنا رمضان. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتتبعوا الفيديو الى الاخير. ان شاء الله نبدأ في المقادير. عندي هنا كيلو من سميد القمح الصلب الكامل، راهم كاين في الاسواق. هذا السميد يجي عنده لون رائع، لون بني ذهبي. هذا مليح للصحة. نقصوا شوية من الفرينة وندخلوا الخبز المصنوع بالسميد. على هنا عندي كيلو من السميد القمح الكامل، السميد الرقيق الدق. عندي هنا كأس من الفرينة، عندي كأس 2 من زيت الزيتون وكأس 2 من الزيت، وعندي هنا نصف ملعقة كبيرة من الملح، وعندي هنا خليط من الجلجلان والسانوج. ودي يحب يعمل حبة حلاوة ولا يزيد، هادو أذواق. وعندي هنا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية، وعندي هنا خليط من الماء والحليب يكون دافئ. بسم الله، هنا نبدأ. وعندي الخميرة نعمل عليها الحليب ونخليها تريح. الو، نولي للسميد، نعمل فيه كامل الزرارة عدي، راهم عندي متواجدين. كما هنا انا عندي السانوج والجلجلان، مفيدين للصحة. نزيد عليه المليحة. ونخلطه جيدا، نخليه الخليط يكون متجانس. نضيف هنا كأس من الفرينة ونخلطوها نفس الشيء، نخلطوه ونخليها كامل الخليط يكون كامل داخل بعضياته البعض. نضيف هنا كأس من الشاي زيت زيتون. هنا دي حب زيت زيتون يعوض الكأسين بزيت زيتون، ودي ما يقدلوش يعملوا زيت المائدة. ونضيف هنا الكأس الثاني زيت المائدة، وهنا ندخلوا كامل، نشربوا هذوك الحبيبات السميد والفرينة، نشربوها بزيت الزيتون والزيت، نحكوا غاية. هنا لازم من هكذا نحكو بيدينا كامل هذاك السميد، هكذا ندخلو كامل الزيت في كامل الحبيبات. السميد خاص كامل يشرب هذاك الزيت، كي شغل الخبز يجينا مبسس، يجي يدوب في الفم هذا الخبيز. وهنا نضيف الخميرة تكون ريحت لنا، ونضيفها على الخليط. بسم الله، ونعاودو نفس الشيء، نعاودو نخلطو كل حاجة نضيفوها، نخلطوها، ما نرميوش كل شيء
على ضربة، نعمله حاجة بحاجة ونخلطه، كل مكون نضيفوه نخلطه. وهنا نبداو نلموه بالحليب والماء الدافئ. هنا المقدار تاع الحليب والماء الدافئ على حسب الفرينة وعلى حسب السميد، كاين السميد دي يشرب وكاين دي ما يشربش. احنا نضيفوه حتى تلتملنا كامل الخبيز وتجينا عجينة متماسكة. فهاد الخبز الرخيص ما خاصوش يجي اصح وما خاصش يجي خفيف، خاطرش هذا من بعد نورقوه. ان كل ما نضيفه كل ما نعجنوه غايه، ما نرميوش كل شيء في خطره واحده غير بالعده. نضيفوا الحليب والماء وندلكوا، نضيفوا الحليب والماء وندلكوا. وفي الاخير كي لمينا كامل العجينه، هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، نزيدوا هذيك الملعقه من الزبده الطريه، ندلكوها غايه وندخلوا كامل هذيك الزبده في الخبيز. دروا نلاحظوا ان العجينه ما تبداش تلصق لنا مع لو ريسيبيون، كما نقولوا هل سو ديتاش فاسيلمون. هاد الخبز يجي رائع. دروا هو ده صياني، خلطت صغاية، دخلت الزبدة، دروا نغطيه بكيس بلاستيكي وبإي سيرفيات ونخليه يريح لمدة 15 دقيقة. هلو ها هي دي العجينة بعد ما ريحت لنا، ها هي دي هي الدوبلوغا دو فوليوم، ريها ما شاء الله. نرفد هنا كوبات ونبدأ نأسس. هنا كل واحد اسم يحب لا غروسور نتاع الخبيزه، كاين دي يحبها صغيره وكاين دي يحبها كبيره. انا هنا قصيتها كيلو، عمل لي 4 خبيزات تبارك الله ما شاء الله. نعاود نغطي عليهم ونبدا نختم غير بالوحده. الوغ هنا نجيب فلو بلون دو ترافاي، نعمل بابي سولفيغيزي. هنا للمبتدئات ديما تنجمش ترفد الخبيزه، تعمل لو بابي سولفيغيزي، دري فوقو هذاك السميد، سميد القمح الكامل، دي عجنا به، در فوق لو بلون دو ترافاي، تعاود تورق هذيك الخبيزه وتعمل فوقها ثاني السميد. وهنا نرفدوها ونعملوها في الطاجين يكون سخون. ها هي دي الوغ كي تحمر لنا من التحت، نعاود نقلبوها ونبداو هكذا نعملو بهذيك اللوحه دي عندنا، ونبداو ندركو على الخبيزه باش كامل الجوانب، باش الخبيز يتبنى من كامل الجوانب. الوغ نكملو نفس الطريقه بالنسبه للكريسات دي باولنا.
الوغ ها هو دا خبز الفطير بعد ما طبلنا جا ما شاء الله جا جاي يغوي السميد، نعرفه باللي بنين، وزيت الزيتون ايضا، الزبدة تطلق عندها بنة وتطلق طراوة تانيك في العجين. الوغ هذا هو الخبيز جا ما شاء الله جاي يدوب في الفم جا رائع. الله ان شاء الله تعتمدوا هذه الوصفه في شهر سيدنا رمضان، وصفه رائعه ما تضيعوهاش. هذه الوصفه اعتمدوها في شهر سيدنا رمضان، خبز صحي بامتياز يحبوه الصغير والكبير، تفرحوا به العائله. ان شاء الله نلتقي في وصفه اخرى باذن الله، في امان الله.